كل قصة نجاح بتبلش بحلم، ولتتحقق الأحلام لازم تكون في بداية صح من أول الطريق خطوة بخطوة. أطفال مرضى السرطان ممكن تكون عندهم هاي الفرصة لبداية حلم كبير حامل معه حكاية نجاح بكرة. خلينا نكون أنا وأنتو مع بعض إيد بإيد لدعم أطفال مرضى السرطان، ونساهم ببداية صحية خالية من المرض لتحقيق أحلام أطفالنا. روز عربجي.